لا أطيل عليكم إن شاء الله، غدا إن شاء الله يكون إطالة أكثر. الآن نراجع ما أخذنا ثم ننظر لو بقي شيئا من الوقت نكمل. ماذا أخذنا؟ ها بسم الله، لكن متواقف. نعم بسم الله. قسمنا الكتاب إلى عشرة أقسام. لماذا؟ حتى نتصور الكتاب بأكمل، لأنك إذا تصورت الكتاب الآن تتشوق للدراسة. لأن بعض الناس يبدأ الكتاب التوحيد تقول خلاص تعلمت كتاب التوحيد الحمد لله، شهادة زور. نحضر معنا درس واحد يقول ختمت كتاب التوحيد، خطأ. مثل اللي يأتي ختم القرآن مثلا على القول بختم القرآن بدعة وكذا، لا يحضر ويأتي ليلة الختم يقول ختمنا القرآن، كذاب. نعم. القسم الأول المقدمة تحتوي على باب خمسة، القسم الثاني تفسير التوحيد، والثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، والرابع لا لا سبب كفر بني آدم، والخامس تحت حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة العربية، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهج اللفظية، والخاتمة. غدا تعيدها بإذن الله. أجلس. ماذا أخذنا؟ ها قم أوقف. الأبواب الخمسة الأولى متواضعة. نعم. باب وجوب التوحيد، وهذا نحن وضعنا ترجمة أو تبويب لهذا الباب. لماذا؟ لأن الأبواب تجتمع، وهو حذف التبويب حتى يعلق الناس بالكتاب والسنة. وجوب التوحيد حتى تتشوق فضل التوحيد، وتحقيق التوحيد حتى تحقق، ومن تحقيق الخوف من ضده، ومن تحقيق الدعوة إليه. ثم جاء بباب حتى يشرح لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه، ولا بد من تحقيق والخوف من ضده والدعوة إليه. نعم إخواننا، ماذا أخذنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وين الشباب؟ أصحابك وين؟ الأولاد خلينا نشاركوا. أين هو؟ طيب نعم نعم أخي. كيف نشرح الكتاب باختصار؟ الآن عندما تقدم رسالة الدكتوراه والماجستير مثلا أو أي بحث من البحوث، يقول لابد تضع إيش؟ خطة، خطة بحث، صح؟ تمشي عليها. فعندنا الخطة التي سنمشي عليها بإذن الله تعريف، تعريفات والتقسيمات وربط الآيات والأحاديث مع الباب، والباب مع الكتاب. أي شرح اعتمدنا؟ شرح من؟ شرح من لكتاب التوحيد اعتمدنا؟ أي شرح؟ نعم شرح، شرح من؟ القول المفيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ بن عثيمين. لماذا؟ لأن هذا الكتاب هو في الحقيقة ليس بتأليف مكتوب، لا، في الأصل هو تفريق، راجع الشيخ واعتنى به وكذا. فنحن الآن نقرأ قراءة أو ندرس؟ ندرس، فهذا الشرح أفضل لنا، مفهوم؟ أي نعم. شروحات كثيرة على كتاب التوحيد. نصيحة والله أعلم، لا تقرأ إلا القول المفيد. تقرأ شرح بن عثيمين رحمه الله للأصول الثلاثة، للقواعد الأربع، لكتاب التوحيد، للواسطية، سهل العلم يمشي معك، البلوغ، زاد المستقنع. انتهيت من الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ترجع إلى شرح آخر إن استطعت. لأنك الآن لو تقرأ شرح بن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم تقرأ مثلا شرح الشيخ الفوزان حفظه الله، هذا تعريف وهذا تقسيم وتختلط عليه. مثل ما يدرس بعض الطلاب هدانا الله إياه الآن فقه المقارن، أو يقرأ بداية الطالب، لا بداية إيش؟ المجتهد، لا صعب. طيب تدرج في العلم، من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة، تمام غيره. نعم أي نعم. لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ نصيحة العلماء مشتمل على الأدلة من الكتاب والسنة. ذكرنا أن تريد تحفظ أي متن من المتون لابد تنظر إلى عناية العلماء بهذا الكتاب،
وأسهل شيء تستطيع ترد على بعض الناس إنه في عندنا بعض الكتب اليوم، بعض الكتب يقررها بعض الناس إنها تحفظ. مثلا نقول هل هذه الكتب موجود منها نسخ؟ هل شرحت؟ عليها خدمة؟ هل توجد في كل بلاد من البلدان؟ صح أو لا؟ حتى أحفظ هذا الكتاب، مثل بلوغ المرام، صح، مثل 40 النووية، مثل كتاب التوحيد، مثل العقيدة الواسطية، ممكن تأتي في دولة لا تجد فيها أي نسخة من الواسطية، صح؟ لكن لا يمكن ألا تجد إنسان لا يحفظ هذا المتن أبدا، ما يمكن، لابد تجد، مفهوم؟ أي نعم. طيب غيره، ها الشهر وانت واقف الشهر، ذكرنا أن العداوة لو تبحث تجد أن سبب العداوة في شيء واحد وهو التوحيد. سبب العداوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب التوحيد. عندنا بعض العلماء دخل يوم من الأيام على أمير من الأمراء، أمير من الأمراء من أي دولة كان، فقال له هذا الأمير، قال يا فلان يا شيخ احذر من فرقة ضالة مضلة. قال ما هي؟ قال الفرقة الوهابية. فقال هذا الشيخ عنده حكمة، فقال لهذا الرجل للأمير هذا، قال هل تعرفهم؟ تعرف هذه الفرقة؟ قال لا، أنا سمعت عنها ولهذا أحذرك منها. قال اسمع، الوهابية أنا وأنت، كل من يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشرك ويعمل بالتوحيد ويبتعد عن الشرك يقال عنه وهابي. عرفتهم؟ قال جزاك الله خيرا. نعم، لابد يا إخواننا، لابد نعلم الناس. ويحكى أن رجلا في دولة من الدول كان يسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فجاء الإنسان وقطع غلاف المكتوب فيه كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب وقدم هذا الكتاب وقرأ وقال ما شاء الله هذا كتاب عظيم، من المؤلف؟ قال محمد بن عبد الوهاب. شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل، أسأل الله سبحانه وتعالى يمده بالعافية يا رب، كان لديه دورة في السودان، فاسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل، فعندما كتبوا الإعلانات في السودان، فأهل السودان بعضهم يعني البعض ليس الكل، قال محمد بن عبد الوهاب ذاته جاي السودان، هذا مصيبة في السعودية وما سلمنا منه، يأتي حتى السودان. نعم.